كان امر مهم ومهم جدا نقوله. حتى الغابه ما تحققش حاجه، حتى الغابه ما تحققش حاجه، وعرفتكم بصفه رسميه انه تم ايقاف جماعه وهم بين ايدي المحكمه. كما ان عناصر الحمايه المدنيه كي دخلوا الغابه باش يطفوا اتلاقاو مع جماعات مع مواطنين بين رافدين بنزين ورافدين دي طونسونوز، واش يدير داخل الغابه اللي مشعوره؟ اذا فيه ايادي اجراميه، فيه حتى الناس اللي راهي تخطط وراهي تخطط باش تدير الفوضى الى اخره، ولكن مصالح الامن اسندت لها التعليمات لكي تواصل لكي تفتح التحقيق وتتابع كل شيء مهما كان راه ان شاء الله تتابعوا وتبقى يبقاو الملف هذا تاع الغابات اللي تحققت محلول ان شاء الله ويبقى يتابع.